آياتي فأي آيات تُنْكِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء خاص حول أسرار الشفاء بالقرآن والرد على من يعترض على ان القرآن فيه شفاء لكل الامراض التي تعرفها ولا تعرفها. طبعا هناك بعض العلماء انكر هذا الموضوع وقال هو موعظه هو تقويم لسلوكك القرآن له اثر فقط على من يؤمن به وهو شفاء لما في الصدر من يعني وساوس فحصر عمليه الشفاء فقط في الجانب او جزء من الجانب النفسي للانسان او الجانب السلوكي ولكن اليوم ايها الاحبه احب ان اتامل معكم بعض الحقائق العلميه والمنطقيه لندرك ان القران بالفعل هو شفاء دعوني ابدا معكم بكلمه شفاء في القران كم مره تكررت كلمه شفاء تحديدا ايها الاحبه تكررت اربع مرات في القران الايه الاولى اول ايه في سوره يونس الخطاب هنا جاء للناس كافه المؤمن والملحد والمشكك وكل البشر يا أيها الناس إذا الخطاب مهم أيها الأحبة. الخطاب لجميع البشر، إذا الله يخاطبك أيها الملحد الآن أنت إذا كنت ملحد إذا كنت ملحداً فأنت معني بهذا الخطاب الإلهي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، إذا الناس قسمين مؤمن أو كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما يخص الناس جميعا أن هذا القرآن فيه موعظة الموعظة قد لا تستفيد منها وفيه الشفاء قد لا تستفيد منه أيضا ولكنه الشفاء لا يمنع يعني اذا كان هناك دواء فيه شفاء من مرض ما قد أن يعني شخص لا ينتفع به لانه لا يثق بهذا الشفاء هناك قاعده طبيه ايها الاحبه تقول ان الثقه بالدواء هي نصف الشفاء يعني اذا انت في داخلك كنت تعتقد ان هذا الدواء لا فائده منه سوف يتاثر نظامك المناعي جدا بهذا الاعتقاد وبالفعل سوف يكون أثر هذا الدواء ضعيفا عليك وهناك تجارب أجريت على أدوية وهمية أو ما يسمى بالعلاج الوهمي يعطيك زجاجة فيها ماء وسكر مثلا ويقول لك هذا دواء غالي جدا وسوف تشفى مئة بالمئة وكذا حتى يحدث لديك عقيدة وبالفعل تأخذ فتجد أنك تشفى إذا الإعتقاد مهم هنا أيها الأحبة وإذا كان اعتقادك أيها الملحد أن هذا القرآن لا يشفي بالفعل هو عليك عمل وهو خسارة بالنسبة لك كما سنقرأ الآية التالية ولكن هذا لا يعني أنه لا يحوي الشفاء إذا الآية الأولى أيها الأحبة تخاطب البشر جميعا يعني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الايه الثانيه تحدثت عن الشفاء بالعسل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء لمن للمؤمنين لا للناس سبحان الله اذا اذا انظروا هذا التناغم ايها الاحبه ايه تقول لك القران فيه شفاء للناس عفوا القرآن شفاء للناس لم يقل فيه هو كله شفاء بينما العسل قال شراب مختلف ألوانه فيه شفاء انظروا هنا فرق كبير أيها الأحبة عندما تقول إن العسل فيه شفاء إذا هناك بعض الأمراض يمكن أن تشفى بالعسل فيه نوع من الشفاء ولكن لا يصلح لكل الامراض العسل فيه شفاء بينما القرآن كله شفاء يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء اذا الايه الاولى تخاطب الناس وتقول عن القرآن انه شفاء والايه الثانيه تخاطب الناس ايضا وتقول فيه شفاء للناس هذا دليل من القرآن أنك لا تستطيع أن تقول إن العسل يعالج الأمراض النفسية العسل معروف عنه بالدرجة الأولى يعالج أمراض آه يعني مادية ملموسة يعني يقوي نظام المناعة <applause> علاج لبعض النظام العصبي والنظام الهضمي وغير ذلك له يعني فوائد كبيرة جدا علاج الحروق مهم جدا علاج الجروح له فوائد مادية في العلاج كذلك القرآن له فوائد مادية في العلاج هنا حسب نص القرآن الآن لدينا آيتين اذا الشفاء قلنا أربع مرات أول مرة يا أيها الناس خطاب للناس والمره الثانيه فيه شفاء للناس مره القران مره العسل العسل الان الايه الثالثه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه ليس للناس للمؤمنين سبحان الله توازن ايتين للناس وايتين الان للمؤمنين الايه الرابعه للمؤمنين سوره فصلت قل هو اي القران لان الايه بدات ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو اي هذا القران قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر هناك سد حاجز خلل وهو عليهم عمن اولئك ينادون من مكان بعيد لماذا هو عليهم عمن؟ لان الملحد يشمئز من تلاوه القران، يشمئز من سماع صوت الحق وثبت علميا هذا الامر في دراسه نشرناها على موقعنا وقلنا عندما تم اسماع عدد من الملحدين وعدد من المؤمنين اسم الله كان الملحد تنشط في دماغه منطقة تحدث لديه اضطرابات بين ما يعتقد في داخله وبين ما يسمع وبين ما ينكر لأنه في داخله داخله يعني في خلايا جسده يؤمن بوجود الله ولكن في لسانه يجحد وجود الله فيحدث هذا التناقض والاضطراب والاشمئزاز المؤمن ليس لديه تناقض فهو مؤمن بالله وعندما يسمع اسم الله يطمئن لذلك الله تعالى ذكر هذه الحقيقة في سورة الزمر، <applause> قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، بينما في حق المؤمنين قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اذا ايها الاحبه المؤمن دائما يفرح ويشفى بكلام الله وهذا لا يمنع ان القران فيه شفاء حتى للملحد فيما لو اعتقد انه يشفي حتى لو لو لم يكن مؤمنا او او, أو مسلما اذا اصبح لدينا اربع ايات في القران تتحدث عن الشفاء آيتين للناس وآيتين للمؤمنين توازن. هذه الآيات نستطيع أن نقول من خلالها أيها الأحبه إن القرآن فيه شفاء حتى للأمراض الفيزيولوجية أو الأمراض المادية الفيروسية إلى آخره. كيف يحدث ذلك؟ صوت القرآن محمل بترددات محدده لا توجد في اي كلام اخر يعني عندما تستمع الى ايه من ايات الله هذه الايه لها نظام لترددات للترددات الموجوده فيها هذا النظام يحمل في داخله قدره على التاثير على خلايا الجسم وخلايا النظام المناعي وخلايا القلب وخلايا الدماغ يجعلها الخلايا نعلم انها تهتز بشكل دائم وتتاثر بالاهتزازات الصوتيه او الذبذبات الصوتيه لان الصوت هو اهتزاز بالنتيجه هذه الذبذبات الصوتيه او الترددات الصوتيه تؤثر على هذا النظام المناعي فتجعله اكثر قدره على تمييز الامراض تجعله أكثر قدرة على مهاجمة الأمراض بل إن هذه الترددات لها مفعول عكسي على الفيروسات أيها الأحبة وهذه طبعا وجهة نظر أقدمها لا أقول إن العلماء اكتشفوا ذلك أنا أقدم الآن وجهة نظر أعتقد جازما أنها صحيحة ومن جرب العلاج بالقرآن سوف هو يدرك أنها صحيحة قبل أن نتحدث بهذا الكلام المجال الذي تنشره الترددات الصوتيه القرآنيه، نحن نعلم ان كل صوت، الان انا اتحدث معكم، ما الذي يحدث؟ كيف يصلك هذا الصوت؟ تنطلق هذه الاحبال الصوتيه هنا، تقوم بـ بـ بهز كميه من الهواء موجوده هنا فتضغط هذه الذرات الهواء او جزيئات الهواء تنضغط وتتمدد يعني هناك انضغاط وتمدد هذا الانضغاط والتمدد هو عباره عن موجات مثل موجات البحر هي موجات حقيقيه هذه الموجات ايها الاحبه تنتقل من الاحبال الصوتيه هنا عبر الحنجره الى الفم وتخرج لتصل الى من هو امامي عبر الهواء لذلك الصوت يحتاج الى وسط لينتشر به، الصوت لا ينتشر في الفراغ هذه الترددات هي اشبه بمجال ميكانيكي يعني مثال على ذلك اذا جئنا ببركة ماء بركة ماء او بوعاء فيه ماء ثم اسقطنا فيه حجرا تتشكل دوائر يعني دو موجات على شكل دوائر تنتشر وتتوسع، هكذا هو الصوت ايها الاحبه ولكن الصوت ينتشر في مجال ثلاثي الابعاد في كل الاتجاهات، ليس مستويا انما كرويا. <applause> هذه الترددات الصوتيه ايها الاحبه تنشر مجالا آه مجال من الاهتزازات او الترددات او الذبذبات تصل الى نظامك المناعي وتصل الى الجسم. فالفيروسات او الخلايا الشاذه الموجوده في هذه في هذا الجسم تتاثر بهذا بهذا المجال الميكانيكي او هذه الترددات الصوتيه وتجعل عملها مضطربا يعني الفيروس لا يستطيع ان يمارس عمله في ظل هذه الترددات الصوتيه القرانيه. هذا هو معنى وننزل من القران ما هو الشفاء شفاء الترددات الصوتيه تدخل الى جسدك فتنشط خلايا الدماغ خلايا النظام المناعي خلايا الدم تنشط ايضا خلايا القلب وبنفس الوقت الخلايا الشاذه مثل لنقل فيروس بكتيريا الى اخره خلايا التهاب خلايا هرمه يعني خلايا مريضة كل هذه الخلايا يعني ما الذي يحدث لها تضطرب فإذا كانت خلية مريضة جدا سوف تساعد الخلية الصحيحة على التهامها هناك آلية اسمها الالتهام الذاتي تحدثنا عنها التي نال صاحبها جائزة نوبل عام 2016 عالم ياباني واثبتنا ان الصيام هو افضل طريقه لتطهير الجسد من السموم والامراض والالتهابات والخلايا الشاذه منها السرطان. اذا ايها الاحبه هذه الترددات الصوتيه تنشر مجالا حول هذا الفيروس تشوش عمله لان الفيروس ايها الاحبه بالنتيجه هو معلومه ليس هو كائن حي، هو معلومه يدخل فقط الى الخلايا يخرب برمجة الخلايا فإذا قمت بالتشويش عليه فإنه لا يستطيع أن يقوم بأي عمل وبالتالي سوف يندثر وتلتهمه الخلايا المناعية بسهولة ويصبح غذاء لها إذا الشفاء الموجود بالقرآن عندما يؤثر على هذا الفيروس ويعطل عمله وعندما يؤثر على نظامك المناعي ويجعل هذا النظام اكثر قدره على مواجهه الامراض هذا هو الشفاء المادي الملموس هكذا يساعدك القران على التخلص من امراضك سواء كانت امراض نفسيه اكتئاب او او غير ذلك او امراض جسديه فيزيائيه ماديه يعني مثل سرطان مثل خلايا التهابات أي شيء آخر أيها الأحبة حتى أمراض مثلا مثل السكر ضغط الدم ارتفاع الكوليسترول إلى آخره هذه الأمراض لماذا لا يوجد علاج لها حتى الآن علاج ناجع لأنهم لم يكتشفوا سر هذه الأمراض سر هذه الأمراض أيها الأحبة هو وجود خلل في جهاز ما مثل البنكرياس يحدث خلل في نظام عمل هذا الجهاز فالذي يقوم به الاطباء انهم يعطونك ادويه ومواد لتعدل نسبه السكر في الدم لم تعالج الخلل في الجهاز الخلل هو خلل برمجه وليس خلل مادي يعني يعني سوفت آه وير وليس هارد وير بلغة أهل الكمبيوتر خلل برمجي ينبغي علاجه بالترددات الصوتية القرآنية التي تحوي فيها هذه الشفرة أو هذه البرمجة التي تؤثر على أجهزة جسدك بالكامل طبعا هذا الكلام أيها الأحبة أنا أعتقد أنه صحيح مئة بالمئة وكل انسان يمارس العلاج بالقرآن على نفسه يدرك ذلك، وانا ممن ادرك ذلك طبعا ولله الحمد، واحببت ان انصح كل اخ ان يستثمر يستفيد من العلاج بالقرآن من خلال ان يضع مكبر صوت او موبايل او شاشه او اي جهاز متوفر لديه يستطيع ان يجعل صوت القران على مدى 24 ساعه في المنزل حتى عندما تغادر المنزل اترك صوت القران يعمل لان هذه وسيله للملائكه ل... 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 تاتي حيث الذكر حيث يقرا كلام الله تاتي الملائكه وبالتالي هذا القران ايها الاحبه فيه شفاء لك ولاسرتك ولمن حولك فهو ليس فقط شفاء لامراض محدده بل هو وقايه مما سياتي لان الامراض التي قد تصيبك لا تعلمها كثير من الناس يفا فجاه يفاجا ان اصابه سرطان، نوبه قلبيه الى اخره هناك موت مفاجئ، هناك جلطه دماغيه، هناك يعني نسال الله العافيه كلها ايها الاحبه يمكن ان الا ما قدر الله عليك طبعا يمكن ان تتقي شرها بالقران الكريم والا لماذا كان اكثر دعاء النبي اللهم اني اسالك العفو والعافيه كان يسال الله العافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره كان يسال الله المعافاه والعافيه، العافيه الصحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر ما خلق بل كان يقول سبع مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق طيب ما خلق يعني هل الأفاعي والحشرات والكذا هل تشمل الفيروسات والأمراض؟ نعم كل شيء خلقه الله أنت تستعيذ بالله من شره حتى هذه البكتيريا التي لا تراها التي قد تصيبك او تصيبك انت استعذت بالله من شرها، لذلك هناك سوره مهمه في القران ايها الاحبه تلخص ما نريد ان نقوله الان. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفيروس يعني تحدث عمليه لنقل تكاثر عمليات التكاثر سواء في النبات في الفيروسات في الكائنات حتى انبثاق الضوء من الظلام من الليل كل هذه تشملها كلمه الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق كانك تستعيذ بالله من شر هذا الفيروس او هذا المرض ان يتكاثر لان تكاثر بالانقسام كما نعلم الخلايا هذه حتى الخلايا السرطانيه كيف تتكاثر؟ بالانقسام يسميه القرآن، القرآن لا يوجد فيه انقسام يوجد فلق فلقه، فلقه يعني لديك خليه انفلقت اصبحت خليتين تماما الانقسام تساوي كلمه الفلق ولكن الفلق كلمه عامه اكثر فعندما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شملت كل شيء تراه أو لا تراه ومن شر أن غاس غاسق إذا وقب الغاسق هو الشيء الذي لا تراه قيل إنه الليل أو إذا أقبل الليل أو كذا ولكن أتوقع أنه, أنه يشمل كل شيء أنت لا تراه سواء كان الليل او الظلام او ماذا يوجد في الظلام او حتى هذه الفيروسات والكائنات التي انت لا تراها. ومن شر النفاثات في العقد السحر ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد اذا حسد لو لم يكن الحسد موجودا لماذا يامرك الله ان تستعيذ بالله من شره من شر حاسد اذا حسد. لذلك أيها الأحبة نختم هذا اللقاء لكي لا أطيل عليكم بخلاصة إذا أردت أن تعيش حياة هادئة مطمئنة فعالج نفسك بالقرآن اجعل صوت القرآن على مدى 24 ساعة وبخاصة أثناء النوم له تأثير قوي جدا حتى على الأطفال تأثيره على الأطفال أكبر من الكبار لأنه صفحة نقية لا يزال على الفطرة. التزم بتعاليم الاسلام، اعتقد يقينا ان هذا القرآن فيه شفاء، اياك ان تعتقد ان القرآن لا يشفي، اياك مشكلة. تصور انك تذهب الى اشهر اطباء العالم وتأخذ افضل دواء لمرضك وانت في داخلك تعتقد ان هذا الطبيب دجال وان هذا الدواء وهمي، ما الذي سيحدث؟ احتمال كبير أنك لا تشفى لذلك اليقين بالشفاء هو نصف إن لم يكن أكثر هو نصف الشفاء بل أكثر إذا ينبغي أن تستيقن أنه بالفعل المرض الذي عجز الكون والأطباء أطباء الأرض عن علاجه أن هذا القرآن يمكن أن يعالجه نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفاء لنا وان يجعلنا من المؤمنين وليس من الظالمين كما قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فباي حديث بعد الله uh I